أهلا بكم. عندما غادرت قلنا أن لدينا هذا. أعتقد أنكم استطعتم حل المعادلة أو هذا الاقتران. أنا لم أكتبه بصيغة الاقتران، لكنني قلت أن المسافة تساوي 16 تي تربيع، ثم قمت بتمثيلها بيانيا مثل القطع المكافئ لقيم الوقت الموجبة. ثم قلنا أن السرعة، إذا عرفنا المسافة فإن السرعة عبارة عن التغير في المسافة بالنسبة للزمن. السرعة دائما متغيرة. يمكنكم أخذ الميل، وأنت فعليا تأخذ المشتقة، لذا إذا أخذنا المشتقة بالنسبة للزمن لهذا الاقتران أو المعادلة وحصلنا على 32 تي، وهذه هي السرعة. ومن ثم قمنا بتمثيلها بيانيا، وقمت بطرح سؤال نريد معرفة إذا تم إعطاءنا هذا فقط. وقمت بسؤالكم: ما هي المسافة التي قطعها الجسم بعد مرور وقت بعد 10 ثواني؟ لنعرف هذا، لنقل أن هذه 10 تمثل 10 ثواني. نريد معرفة المسافة التي قطعها الجسم بعد مرور 10 ثواني، ولنقل أنكم لا تعرفون أنه بإمكاننا فقط أخذ المشتقة العكسية. لنقل أنكم لا تعرفون، لأننا وضحنا هذا، إن مشتقة المسافة هي السرعة، إذن فإن المشتقة العكسية للسرعة هي المسافة. لذا دعونا نقول أننا لا نستطيع أخذ المشتقة العكسية. ما هي الطريقة التي تمكننا من تقدير المسافة التي قطعها الجسم بعد مرور 10 ثواني؟ حسناً، كما قلت نمثل هذا بيانياً، ثم لنقل، لنفرض بعض التغير في الزمن. السرعة تقريباً ثابتة، أليس كذلك؟ لنقل أن السرعة هنا، إذن يمكنكم تقريب المسافة التي قطعتها في هذا التغير البسيط في الزمن عن طريق ضرب هذا التغير في الزمن. هذا كما تعلمون الملايين من الثواني. ضرب السرعة عند ذلك الوقت التقريبي، أو ربما معدل السرعة في ذلك الوقت، وسوف نحصل على المسافة المقطوعة خلال تلك النسبة البسيطة من الزمن، أليس كذلك؟ لكن إذا نظرتم إليها، هذا أيضا سوف يكون المساحة لهذا المستطيل، أليس كذلك؟ والذي نقوله هنا، إذا أردتم معرفة المسافة التي قطعها الجسم بعد مرور 10 ثواني، يجب أن تقوموا برسم مجموعة من هذه المستطيلات، ثم نجمع المساحة، أليس كذلك؟ يمكنكم التخيل، حتى أنكم لستم بحاجة إلى التخيل لأنه حقيقة. الأصغر في قواعد هذه المستطيلات، والكثير من هذه المستطيلات لدينا أكثر دقة، سيكون التقريب في هذه الحالة، سوف نقوم بتقريب شيئين، سوف نقوم بتقريب المساحة تحت المنحنى، أليس كذلك؟ تقريبا سوف نحصل على المساحة الفعلية تحت هذا المنحنى، وأيضا سوف نحصل على القيمة الفعلية للمسافة المقطوعة بعد مرور 10 ثواني في هذه الحالة. لكن 10 هي ليست القيمة الفعلية، من الممكن أن تكون متغيرة، لهذا هذا شيء ممتع جدا. إذن نحن نرى المشتقة العكسية، إنه مشابه للمساحة تحت المنحنى، إنه فعليا نفس الشيء، وهذا ما سأعمله لكم في التكامل غير المحدود. أنا لا أعلم كم تشعرون بالراحة بالنسبة للجمع،
أنا أذكر أول مرة تعلمت فيها التفاضل والتكامل لم أكن أشعر بالراحة بالنسبة للجمع. في الواقع كل التكاملات غير المحدودة هي نوع من الجمع، أليس كذلك؟ إذا الآن يمكنكم الفهم لماذا هذا الرمز، لماذا هذا الرمز يبدو كإشارة الجمع سيجما. هذا فعليا ما أراه، ومن فضلكم انظروا إليه. التكاملات المرسومة، لكن في هذه الحالة التكامل غير المحدود. يقول: حسنا، أريد أن آخذ المجموع من تي تساوي صفر، أليس كذلك؟ إذا من تي تساوي صفر إلى، لنرى في هذا المثال، تي تساوي 10، أليس كذلك؟ لأني قلت 10 من تي تساوي صفر إلى تي تساوي 10، وسوف أقوم بأخذ المجموع لكل من هذه الارتفاعات. الارتفاع عند أي نقطة معطاة هو السرعة. إنه السرعة. ما هي صيغة السرعة؟ إنها 32 تي. ثم إننا عند الزمن، والذي تكون فيه قاعدة الذي تكون فيه قاعدة كل من هذه المستطيلات هي دي تي، وهذا هو التكامل المحدود. التكامل المحدود هو حرفيا، وهذا أبدا لا يوجد في نصوص الرياضيات، وهذا دائما يجعلني أشعر بالارتباك. يمكنكم أن تنظروا إليه على أنه مجموع كهذا، إنه نوع من الجمع لكل من هذه المستطيلات، لكن الحدود في الواقع إذا كان لدينا مستطيلات منفصلة فقط نجد المجموع، ويمكنكم جعل قواعد المستطيلات أصغر وأصغر والحصول على مستطيلات أكثر وأكثر والقيام بجمع منتظم، وهذا إذا أردتم كتابة برنامج على الكمبيوتر لتقريب التكامل أو لتقريب المساحة تحت المنحنى. هذه الطريقة التي يتعامل بها برنامج الكمبيوتر. لكن التكامل غير المحدود الفعلي يقول أن هذا المجموع، لكن حدود قواعد هذه المستطيلات يعطينا أصغر وأصغر وأصغر وأصغر، ثم لدينا الكثير والكثير من هذه المستطيلات. إذن كما تعلمون كلما اقتربت هذه الدي تي من الصفر فإن عدد المستطيلات يقترب من اللانهاية. لذا أنا فعليا سوف أقوم بهذا بشكل أوسع فيما بعد، لكن أعتقد من المهم أن تحصلوا على هذا التصور حول ما هو التكامل. إنه ليس فقط عبارة عن شعوذة تحصل هنا، لكن على أي حال دعونا نعود للمسألة. إذا التكامل من هذا الآن تكامل محدود يمتد من تي تساوي صفر إلى تي تساوي 10. هذا يخبرنا شيئين، هذا يخبرنا المساحة تحت المنحنى من تي تساوي صفر إلى تي تساوي 10، أليس كذلك؟ إنه يخبرنا كل هذه المساحة، وأيضا يخبرنا المسافة التي قطعها الجسم بعد مرور 10 ثواني، أليس كذلك؟ هذا ممتع جدا. التكامل غير المحدود يخبرنا شيئين، إنه يخبرنا المساحة وأيضا يخبرنا المشتقة العكسية. نحن على دراية به مثل المشتقة العكسية، لذا دعوني أعطيكم مثالا آخر. في الواقع سوف أبقى على هذا المثال، سأمحوه قليلا. في الواقع ربما علي أن أمحوه، المسح هو خيار جيد مع هذا الشيء.
إنه فوضوي. أعتقد أنكم تعلمون هذه الأدوات الآن. أنا فقط أريد مساحة. حسنا، لدينا هذا التكامل غير المحدود، وفعليا يمكننا معرفته أيضا. أنا أعني بعد تي من الثواني. الطريقة لتقدير التكامل غير المحدود سأقوم بتوضيحها أولا. نقوم بمعرفة التكامل. دعوني أكمل المسألة. في الواقع أنا لم أحضر كثيرا لهذا العرض. إذن الطريقة لمعرفة التكامل غير المحدود هي في بعض الأحيان يتم كتابة تي تساوي صفر أو تي تساوي 10، لنقول أنها من 0 إلى 10 ل 32 تي دي تي. أليس كذلك؟ والطريقة لتقدير هذا هو معرفة المشتقة العكسية، وهنا نحن لسنا بحاجة لكتابة زائد سي، لذا المشتقة العكسية كما تعلمون هي 16 تي تربيع. إنها 32 ضرب 1 تقسيم 2 تي تربيع، لذا إنها 16 تي تربيع. ثم قدرنا هذا عند 10 وقدرناه عند 0، ثم قمنا بطرح الفرق. إذن قدرنا هذا عند 10، لذا إنها 16 ضرب 100، أليس كذلك؟ هذا تم تقديره عند 10، ثم قمنا بطرحه، وهذا تم تقديره عند 0، إنها 16 ضرب 0 وتساوي 0. إذن بعد 10 ثواني قطعنا 1600 قدم. وأيضا المسافة تحت هذا المنحنى هي 1600. إذن المساحة تحت هذا المنحنى هي 1600، لذا دعونا نستخدم هذا لحل المزيد من الأمثلة. وفي الواقع أريد أن أوضح لكم لماذا نقوم بعملية الطرح هذه. في الواقع سوف أفعل هذا من الآن فصاعدا. سوف أقوم بمسحه. هذا سيء. حسنا، الآن سوف أقوم بهذا بشكل عام أكثر. سوف أرسم هذا مرتين، مرة للمسافة ومرة للمشتقة. لنقل أن المسافة، لنقل أنها تبدو شيء كهذا. لنقل أننا بدأنا من مسافة معينة، إنها تصعد هكذا، أليس كذلك؟ حسنا، لنسمي هذه المسافة ب. لنسمي هذه كما تعلمون إنها 5، أليس كذلك؟ لقد بدأنا من 5 أقدام، ومن ثم نتحرك للأمام من هنا. هذا المحور بالطبع هو محور الزمن، وهذا المحور ربما لا تستخدم الخمسة لأنه سيبدو مثل أس. هذه 5، 5 أقدام، وهذه أس أو محور المسافة.
في الواقع أنا أنظر إلى الساعة، لقد انتهى الوقت، لذا سوف أكمل في العرض القادم. إلى اللقاء.